حتى أهل الجاهلية كانوا يقولون إن محمدا قد عشق ربه. أين هو؟ مع الله. أين هو؟ في أحشاء حضرة الله. أين هو؟ في رحم مجاورة روحه لنور الله، كما أن خلية الملقحة تلصق بجدار الرحم فتمتص منه غذاءها وأكسجينها لتنمو حتى تصير إنسانا سويا، فإذا استوفت واستكملت خلقها الإنساني أذن لها بالخروج إلى عالم النور وإلى عالم النمو وإلى عالم الإنتاج والإثمار. فلما انتهت مدة خلوته بربه واغتذاء روحه من نور الله بدوام مجالسته وصحبته وإقباله على الله، حتى فني عن شعوره بوجوده وفني عن رغباته برغبات الله، وظهرت فيه من صح في الله تلفه كان على الله خلفه، فظهرت في مرآة قلبه والمرآة متوجهة إلى الله، ومحي فيها كل شيء مما سوى الله، فظهر في المرآة لو كانت متوجهة إلى الشمس وهي نقية صافية تظهر فيها ظلال الشمس وينعكس منها من المرآة نور الشمس وحرارة الشمس ودفء الشمس، وهكذا كانت روح رسول الله هي المرآة النقية المتوجهة دائما إلى الله المنطبع فيها ظلال نور الله من علم وحكمة وروح قدسية